يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر المقيم لمدة أقل من 3 أيام، هل له أن يجمع العصر مع الظهر خوفا من أن تفوته صلاة العصر بسبب إرهاق السفر؟ الجمع يجوز ما دام يجوز القصر وهو مسافر، إقامته أقل من 3 أيام يجوز له الجمع والقصر، ولكن الأفضل إذا كان في غير السير في الطريق الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأما القصر إذا كان فيه جماعة وفي مسجد صلي معهم ويتم الصلاة، أما إذا كان ما فيه جماعة صلي لحاله ولا مع ناس مثل المسافرين يقصرون الصلاة. نعم.